الماضية ديوان الزيت كان أعلن على توزيع كميات من زيت النباتي على معناتها شركات التعليب وغيره. وفما زاد حديث انه مش يكون فما اسعار نتاع زيت الحاكم متوفره او انه الكميات تكون متوفره. هذا موضوع حتى المنظمه نتاع منظمه الدفاع عن المستهلك كانت ند قالت راه ما فماش الزيت مش موجود عند العطاره يعني مفقود مازال مفقود. يفاجئنا الاتحاد المجمع المهني لتعليب الزيت المعلب لمعلبية زيت النبات يقول أنه الأسعار قد ترتفع إلى 4 دنانير. نعرفوا زيت الحاكم السعر تقريبا 11% هكا ظهر لي، لكن من 11% ل 4000 ظهر لي رقم كبير برشا. زعما علاش وشنية التفاصيل؟ يحضر معنا في المباشرة من مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي سي جمال عرف. صباح النور، مرحبا بك سي جمال. صباح الخير وصباح النور مستمعين إذاعة ديوان أفهم. شكرا لك. نقص صحيح موجود معناتها من هذه المادة في الأسواق التونسية، لكن علاش اليوم تحذروا أنه فما ترفيع وتحملوا زاد وزارة التجارة هذه المسؤولية؟ والله أنا كنت تدخلت في موضوع الترفيع هذا، ترفيع في ال 4000 دينار بطريقة اللي كان الدولة اللي كان وزارة التجارة ما توفرش المادة هذه اللي هي تتباع 900 مليم للوكيل، معناها عملية الاحتكار وعملية الترويج نتاعها باش يزيد يطلع في الاحتكار. انا وزميلتكم قد قاعد ينباع ب 2500 و15100 و2000، فهمت؟ قلت لها اذا كان يبقى الاحتكار راهو باش يوصل في الفترة القادمة في حدود 4 دنانير بعملية الاحتكار، لأن الدبوس القارورة الأخرى تعمل 6 دنانير. معناتها يقول لك أنا نشري ب 4000 خير من نشري ب 6000 في كل الحالات. في كل الحالات، فهمت كيفاش ولا؟ مما يصر عليه معناه إذا كان يحبوا يقضيوا على الاحتكار هذا يلزم ضخ الكمية اللي هي في حدود 15000 طن في السوق باش يقع القضاء على الاحتكار والمواطن يمشي للعطار يفقد قاروره الزيت نتاعها كما كنا قبل. وال 15000 طن هذوما اللي انت طالب الضخ نتاعهم وينهم سي جمال؟ هذوما مبرمجين على مستوى معناها وزاره الماليه، على مستوى وزاره التجاره، على مستوى وزاره المتابعه نتاع وزاره الصناعه والتنميه، فهمت ولا؟ لان رانا احنا في الاخر من الاول ومن الاخر احنا مصانع نخدموا الماده هذه بركة، ما نجموش نخدموا معاها مادة أخرى. المصانع اللي هم في حدود 43 مصنع وقرابة 14 وحدة لتكرير المادة هذه مش تعليبة، تكرير المادة رافينيري، فهمت ولا؟ راهو استثمارات كبيرة تقدر بمئات المليارات. ورانا نشغلوا في حدود ما بين معناها مباشر وغير مباشر في حدود 9000 يد في 9000 معناها موطن شغل. معناتها لا يزي تهديد اليوم بالارتفاع في الاسعار ولا يزي معناتها مواطن شغل مهدد في حد ذاته. مواطن شغل مهدد، احنا كنا شهر ونص بطاله ما نخدموش، راه قبل العيد رجعنا رجعنا الاسبوع اللي فات نهار 27 جويليا. الكميات اللي مستنسين تجي معناتها ليكم انتوما كوحدات تعليب وغيره، وين هالكميات هذايا؟ شكون معناتها علاش فما نقص؟ علاش ماهيش قاعده توصل؟ شنو اللي تغير سي جمال عرف؟ اللي تغير كون وزاره التجاره لم تلتزم تجاه الشعب نتاعها في توفير الماده هذه. صندوق الدعم لم يلتزم، وصندوق الدعم موجود في وزاره التجاره. صندوق الدعم لم يلتزم تجاه شعبه اللي كلفه باش ياخذ 15000 طن في الشهر، ولو ان هي لم لا ما عادش تكتفي بالحاجه، لان 15000 طن هذوما مبرمجه في حدود 2015 2016 قالت منظمه شو اسمها نتاع الاستهلاك هذيك منظمه الدفاع عن المستهلك. لا مش منظمه الدفاع عن المستهلك، شو اسمها نتاع الاحصاء، نتاع الاحصاء تقول راهو المواطن التونسي مستحق 15000 طن ويدرجوا في ميزانيه الدوله ويدرجوا في ميزانيه صندوق الدعم، فهمتي؟ تخلت عليها وزاره التجاره وما جابتش الماده هذه اللي معناها تجيب مفروض توفر 15000 طن، تجيب في 6000 طن 9000 طن، مما ديما يبقى الشح ناقص. ما فما درجات نتاع شح، مش كيما تجيب 9000 توزعهم، كيما تجيب 6000 وقسمهم على شهرين، 6000 اللي جابوهم في جويليا قسمهم على شهرين ما بين 3000 في وزعهم قبل 1 اوت و3000 الاخرين قاعدين يوزعوا فيهم تو،
معناها باش نرجعوا بعد اسبوع اخر باش نرجعوا نفس الحكايه فقدان ماده الزيت مما اثرني انا باش حضرت معناها كون الماده هذه اللي كان ما تتوفرش راهي تنجم توصل السعر نتاعها لاربع دينارات في السوق الموازية في الاحتكار. نعم ما نلقاهاش عند يعني ما نلقاهاش عند العطارة لكن نلقاها في المارشي نواغ وتتباع ب 4000. الشح في هذه المادة والنقص في الكميات معناتها سي جمال هل انه هي النتيجة اليوم لارتفاع أسعار الزيت النباتي غير المدعم؟ لأنه نعرف الزيت النباتي دبوزة نتاع 5 لتر كانت تقريبا ب 19 دينار ولات ب 23 دينار بين عشية وضحاها. هو هذا السبب؟ هو هذاك هو السبب. اي ثم السبب هذا معناها 100% هذا السبب كما يلقاش المواطن الزيت المدعم. فهمتني؟ وماده حساسه راهو الزيت راهو الناس ماشي في بالها الزيت سنوي فما ناس ماشي في بالها الزيت سنوي في الدار. الزيت راهو كيما الحليب كيما السكر كيما السميد كيما الفرينه راهو. واضح جدا على وزارة التجارة التدخل في هذا الموضوع معناتها وتوفير الكميات اللازمة حتى ترجع المعادلة. نداء استغاثة للسيد الرئيس تو. السيد الرئيس لازم يتدخل في الموضوع هذايا لأن معناها فقدان المادة هذية حتى كان شفت أنت ليت 27 ليت 25 جويلية. المواطن أول ما تكلم على قارورة الزيت. قالك زلونا على دبوز الزيت نتاع 900 ملي. فهمت ولا؟ وهو فلوسه صابه من المواطن هي المواطن فلوسه صابه في الدعم راهو. الجبايه والواحد معناها ما هماش عاملين مزيه راهو وقت يوفروا له قاروره الزيت راهو ماهيش مزيه من وزاره التجاره باش توفر الماده هذه للمواطن راهو صابوا فلوسه مسبق فلوسه في صندوق الدعم راهو وصبهم لهم وين مشاو؟ اعطونا احنا 290 الف 290 مليار لدعم المادة هذه وين مشى؟ واضح. شكرا جزيلا سيد جمال العرف أمين مال المجمع المهني لتعليم الزيت النباتي تحذيرات من أن الأسعار قد ترتفع في السوق الموازية بالنسبة إلى مادة الزيت المدعم دبوزة عادي تلقاها ب 4000 خاطر ماهيش موجودة في الأسواق التونسية يعني في الأسواق المنظمة مش موجودة عند العطارة. هكا وصلنا لختام لقاءنا اليوم شكرا عمر رحماني.